السلام على أشرف المرسلين. على اعتبار أن كما تعلمون أن بلادنا مرت بمرحلة عصيبة ومرت بامتحان عسير، هذا الامتحان الذي فرضه أعداء وحدتنا الترابية، وذلك بمقترح تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن من أجل توسيع صلاحيات المنصو وهي البتة المكلفة بحفظ السلام لتشمل كذلك حقوق الإنسان. لذلك لا يفوتني أن أهنئ صاحب الجلالة على المجهودات التي بذلها ووراءه كل فعاليات سياسية والاقتصادية والجمعوية والحقوقية، لذلك هنيئا لنا بهذا النصب. لكن لا يفوتنا كذلك أن لا ننسى أن هناك أوراش مفتوحة أمامنا، لأن هذا الامتحان ونسائل أنفسنا الامتحان الثاني الذي هو فتح الأوراش الكبرى في المغرب، منها ورش المرأة وكذلك تنزيل قوانين تنظيمية، لأن تم تنزيل دستور 2011 ولكن نحن مطالبون بتنزيل القوانين التنظيمية على رأسها القانون التنظيمي للجهوية المتقدمة. نحن في أمس حاجة إليه. كما تعلمون موضوع المرأة هو موضوع أثار كثير من الحبر، ونظمه الدستور بمقتضى الفصول فصل 6 فصل 30 فصل 164 وفصل 19 كما تعلمون. فلا بد الشيء بشيء يذكر أن نشير إلى بعض المسائل والتي تتعلق حتما بعقلية الشعب المغربي وثقافتنا وبكل ما حصلت عليه المرأة المغربية. وهنا لا بد أن أرجع إلى ما أشار إليه المقصود محمد الخامس، والذي قال أن أي جسم لا تكون المرأة تشارك فيه فهو جسم مشلول، أن كوخ باراليزي. وهذا فعل محمد الخامس، يعني لأننا لا ننسى أن الإسلام كذلك كرم المرأة منذ 15 سنة، ولا ننسى كذلك أن الغرب الذي حظيت فيه المرأة بعدة حقوق إنما بلغت هذه الحقوق عن طريق التدرج والتطور. فنعلم أن مثلا بالنسبة للإحصائيات رواندا هي التي تحصل على النسبة الأعلى وهي 50% في البرلمان من النساء، تليها السويد 45%. وبالنسبة للدول العربية فتعلمون أن الجزائر مشات مع نظام القطر 32%، وتونس 27%، والمغرب 17%، وأدنى يعني الأخرى هي مصر التي بكل أسف سجلتها 2% من النساء ولبنان 3%، يعني لم تعتمد نظام الكوتا. لذلك هنا أنا يعني عندي موضوع جاهز لأنني ما أنا، ولكن ربما سنناقش بعض النقاط اللي هي يعني مطروحة على الساحة. طبعا كما تعلمون أن المرأة هذه الصورة تدل ربما على شيء، المرأة سنة 1959 والمرأة سنة 1911. واش هناك تعتبروها تراجع او النساء في البرلمان يطالبون بالمناصفه واحده على 31، يعني ما وزيره واحده في حكومه فيها 30 وزير، وهذا الشعار ديال اين المناصفه؟ انا في 19 من بوسكو. والحال ان المراه في 1959 يعني كانت في شرطه في عندهم 55. يجب ان لا ننسى ان المرأة حصلت هذا مسألة يعني ثابتة ولا يمكن أن نتجاهلها، حصلت على العديد من الحقوق. ومؤخرا تمت إثارة واحد النقطة مهمة عملية اللي غادي نشرها، وهي إحداث جمعية لهيئات المحاميات بالمغرب، وكنت من المعترضين على ذلك. لماذا؟ لأن هناك هيئات المحامين بالمغرب وهناك جمعية تضم هيئات محامين بالمغرب، وهذه الجمعية تشمل النساء والرجال. فيعني ما يتقدم الشاب لامتحان الأهلية للمحاماة أو القضاء فهو يتقدم بملف. وطبعاً المغرب فتحنا مشكل الكفاءة، إذا كان كف وسينجح في الامتحان فأنا اعتبرت إنشاء جمعية ديال هيئات محامين بمثابة تصنيف سلبي من ناحية
الأمير هو حاليات. فربما أنا لما أفك اعتصام عن معمل أو أراجع أو كذا، هذا لا يعني مسألة المرأة أو الرجل لا تفيد في شيء، وإنما نقضي الطرح مشكل كفرة. لذلك يجب أن نركب على بعض المزايدات أو الحسابات الضيقة لقول بأن هناك أرجع دائما للتاريخ. فربما في أوروبا كتعرفوا بأن غير في القرن الماضي وبداية القرن العشرين، في القرن العشرين كانوا فلاسفة اللي كانوا يعتقدوا بأن إذا كانت المرأة في موقع القرار فذلك سيؤدي طبعا يؤدي حتما إلى تقهقر. كيقول لهم فريدريك نيتش وكيركوغارد وتشوبنهاور أن إذا أردتم بونديسمون دو لوروب ميتي لا فام أو بوفوار. يعني غير هنا باش حنا نحاولوا نشوفوا ما حصلنا عليه وما نطمحوا إليه، وبهذا المنطلق نمشيو على أسس صحيحة. إذا الأوراق كلها مفتوحة. المغرب كما شرحت الأخت المحترمة صادق على مجموعة من الاتفاقيات. نحن بصدد هنا كاين واحد المذكرة حول إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكاين المجتمع المدني. لا تنساوش بأن فصول 12 13 14 15 من الدستور أشرك المجتمع المدني في جميع المجالات، وكذلك بإمكان المجتمع المدني أن يتقدم بعرائض، أن يتقدم بمقترحات. في هذا الإطار يعني حتى المجتمع المدني راه كيتقدم بمقترحات في هذا الميدان ديال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذلك إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. لأن بحال قلت لكم الدستور نظم موضوع المرأة في الفصل 19 اللي نص على المناصفة، الفصل 30، الفصل 6 اللي هو المساواة بين الجنسين، والفصل 164 اللي فيه يعني إحداث المجلس الاستشاري للطفولة والمرأة. إذا هنا كما قلت بقي أن نلاحظ أن الأوراش التي تفتح في المغرب، لأن عندنا أوراش مهمة اللي هي التشغيل، اللي هي العدل، اللي هي البطالة، اللي هي الإقصاص، اللي هي الولوج إلى الخدمات بصفة يعني منصفة للجميع. يمكن هذا هو اللي غادي يشكل واحد نستنتجوا منه أنه يحدث العنف ضد المرأة، يحدث يعني هذا مسائل مترابطة بها. لذلك بالنسبة للمؤسسة التشريعية ف يعني الملفات كلها مفتوحة، كلها تناقش. بالنسبة كما تعلمون مؤخرا نحن بصدد تنزيل النظام القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتمت إثارة مشكل المناصفة. لماذا؟ لأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو مكون من عدة فئات. فئة معينة من 24 خادم معينة من طرف الملك، فئة ديال 16 معينة من طرف رئيس الحكومة، مجلس النواب ومجلس المستشارين، فئة مكونة من لأنني أنا حاولت أنني نوضحكم في الصورة عمليا باش يمكن، ولكن تحتنا مشكل. كاين فئة ديال الأجراء وديال اللي كتصرفوا النقابات، كاين فئة ديال الجمعويين ديال المجتمع المدني، وكاين فئة هما الصفة هما 16 بحال والي بنك المغرب، مدير ديال الأبناك، المجموعة المهنية ديال التقاعد، ديال هادو معينون بالصفة هاد 16. ولما جاء مشروع القانون التنظيمي استثنى من المناصبة هاد الأعضاء المعينين بالصفة، أن هذيك المناصب العليا يعني هاد 16 اللي هو والي بنك المغرب، مدير مجموعة الأبناك، مدير عام التقاعد، يعني هاد المناصب كلها، المؤسسات كذلك ديال الحكمة اللي كلها غادي تدخل حتى هي، واش هادو يعني غادي تستثناو من انهم يكونوا فيهم نساء؟ وهذا اجحاف وحيف، لان يمكن المراه الكفاءه ديالها تسمح لها انها تكون في المغرب. تصوروا ان فاش وقع المشكل ديال ستروس كان اللي تولي على الاقتصاد وتحاكم، كانت المراه بكفاءتها. يعني حنا بالطبع ذاك الصوره النمطيه ديال المراه ما حتى واحد ما يبغيها، ولا يشوي المراه عن طريق الاعلام، ولكن كاين واحد الانسان، كاين النساء اللي هما عندهم يعني كفاءه وعندهم واحد المستوى عالي، والحمد لله بلادنا كتزخر واحد العدد من النساء. ولكن كاين حيف، حنا في العصر والمعاصره المكتب السياسي عندنا المناصفه مطلقه، يعني 50% 50%، ونسعى دائما الى، مع الاسف بالنسبه للجهه الشرقيه ما حاولناش اننا نطبقوا المناصفه، ولكن نسعى حتى الدستور كيجيب حتى نسعى دائما نسعى الى. علاش؟ لان دائما كاين كل ما هو مرتبط بما هو اجتماعي وثقافي. لان انا نعطيكم مثال، لما تم عرض
لان كان واحد الوفد مكون من نساء عن العداله والتنميه وعن حزب الاستقلال وعن الاحرار وعن الاسره والمعاصره، يعني جوج من المعارضه ماشي بحال اليوم ما كانش المناصره في الائتلاف الحكومي تبارك الله ربنا ولا المعارضه بوحدها. اذا انا هاد الفوبيا من الاحزاب هاد السيده اللي خافت ما تجيش يعني سواء علينا ولا على احزاب اخرى، يعني خصنا نقبلوا بالاخر، خصنا تنازلات، خصنا نقبلوا بالاخر، خصنا كلنا نشكلوا واحد يعني واحد الجسم قوي الا بغينا يعني نخرجوا للميدان ونواجهوا الاقصاء والفقر والتهميش والبطاله هذو. قال لي ما الا بقينا في هاد الفوبيا ديال الخوف من الاخر وعدم القبول بالاخر ما عمرنا ما غادي نزيدوا الا انا. اذا قلت لكم في اللجنه السياسيه كنا كان واحد الوفد مشكل من هاد النساء اللي قلت لكم، كانت عزيزه القندوسي من العداله، كنت انا تربيها يمكن نقول انا تربيها، وكان الاحرار وكانت من حزب الاستقلال. وشنو كانت التوصيات اللي تعطاتنا؟ توصيات انه حذاري من نظام الكره. لماذا؟ لان بمجرد ما يعتمد او تعتمد المراه على هذا النظام السهل فانها تكف عن التواصل عن المواطنين، ودور المنتخب هو التواصل مع الاعلام والتواصل مع المواطنين. لذلك فاذا كذلك تم الحث على اهتمام المراه بالميادين الاخرى بغض النظر عن ميدان الاسره والتضامن، ميدان الجيش، ميدان الداخليه، ميدان التكنولوجيا. يعني كان كاين نساء اللي صور انه في المواد العلميه نساء اللي غزاو جميع الميادين. اذا حنا ما خصناش دائما نصنفوا المراه دائما في الاسره في التضامن، ولكن نفتحوا لها المجال حسب الكفاءه باش يعني ما يكونش واحد البلوكوس على المراه على واحد الميادين معينه. فاذا هنا هذا النظام ديال الكوطا كانوا احزاب اللي بحال تونس وضعوا المراه امراه رجل يعني واحد بواحد. وكاين هذه المساله ديال التواصل يعني مع المواطنين، اذا كان الكوطا تعتبر ريع سياسي بالنسبه للبعض فنقارن نسب، لان الناس لم تعتمد على نسبه على نظام الكوطا فنزلت النسبه الى 2%. مع العلم ان مصر عندها يعني تاريخ في ميدان الانفتاح على قيم الكونيه وعلى اذا انا كنشوف بان نظام الكوطا هو مرحله، هو نظام مرحلي يعني يمكن المراه، ولكن ما يمكن ان ننتقده اذا لم يستمر هو ان هذا التكوين تجاوز الوقت. اذا كان من الممكن اننا نحاولوا ان هاد النساء اللي وصلوا للمؤسسات الشرعيه او عن طريق الكوطا ان الحل اللي عندهم هي التواصل مع المواطنين وخدمه المواطن، لان نائب الامه هو يعني الهدف ديالو هو خدمه المواطن والنزول عند المواطن والتواصل مع المواطن حتى يتمكن من الفوز عن طريق الانتخابات المحليه بدل اللجوء الى نظام الكوطا، وحتى لا يصبح هذا النظام بمثابه رأي سياسي. اذا هنا عندي واحد عندنا واحد ما ينبغي ان يكون ان ملائمه التشريعات المحليه مع اتفاقيه القضاء على كل اشكال التمييز ضد المراه وتطبيق فصول الدستور الخاصه بمؤسسه المساواه بين الجنسين ومع خلق اليه التكافؤ والمناصفه بناء على الفصل 19 و 64 من الدستور مع سن تدابير زجرية ضد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي لا تحترم المناصفة وتعيق تفعيلها، إرساء آليات مؤسساتية تبنى بقضايا النوع الاجتماعي وبالمساواة ومحاربة العنف المبني على النوع، وتفعيل السياسات العمومية في مجال المساواة وإعادة اهتمام خاص لاحتياجات المرأة في الآليات، تفعيل استراتيجية وطنية لمناهضة العنف والخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية، والإصرار بسن قانون مناهض لعنف النوع مع إصدار قانون يضمن حق النساء في اراضي الجماعات السلاليه التي تعلمون انها اصبحت تشكل يعني الحيف والاجحاف بحقوق المراه. لذلك بالطبع لابد ان اعرف التمييز، التمييز هو جميع اشكال جميع المعاملات القانونيه والسلوكات المختلفة للأفراد والهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى إلغاء الاستثناء أو تقييد أو تفضيل يعوق الاعتراض أو ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهو
هويتها الوطنية الراسخة. وشكرا.